عام بعد عام عم تفقد الأمهات اللبنانيات معنى عيد وفرحة الأمومة بقلوبهم بسبب اشتياق إلهم وهن ببلاد الاغتراب. إذ بتشير الدراسات والإحصاءات الأخيرة إلى أنه أكثر من 45% من النساء اللبنانيات بهاجر خارج الوطن، وأكثر من 59% من الشباب اللبناني اللي بتتراوح أعمارهم بين 35 و 39 عام بعيش وبيشتغل خارج الوطن وما بيلتقي حتى بأهله إلا خلال المناسبات اللي ما بتتضمن عيد الأم، مما بيزيد الغصة بقلوب الأمهات اللي بيحلموا بلقاء أبنائهم للاحتفال بهالمناسبة العزيزة. ورغبة منا بتحويل هالواقع المؤلم مناسبة مميزة وسعيدة للاحتفال بعيد الأم، أطلقت شبكة المراكز التجارية The Spot مبادرة هي الأولى من نوعها بالقطاع للم شمل الأمهات مع أولادنا المقيمين ببلاد الاغتراب من خلال حملة هاشتاج اشتقتلك مام، واللي بتهدف إلى نشر مقاطع فيديو بتعبر عن مدى اشتياق المغتربين الشباب إلى أمهاتهم البعيدات عنهم عبر موقعي فيسبوك وإنستغرام. اشتقتلك مام هي مبادرة من مجموعة The Spot اللي هي أكبر مجموعة مولات بلبنان. نحن عملنا استدي صغيرة وشفنا انه 52% من الشباب يلي عمرهم 35 ل39 هن برات لبنان، فقررنا نحن كرمال نفرح اهل هالامات بس يعمل هيدا الفيديو من 5 ل10 ثواني. نحن بنشوف اكثر كرياتيف فيديو انعمل وابلودد اون فيسبوك او على انستا يوزينج اور هاشتاج اكيد يلي هي اشتقتلك مام، حنربحوا تيكت يجي عيد مع امه بلبنان، لانه اليوم اكثر الشباب بيجوا على كريسماس على ايستر على رمضان او على اضحى بيعايدوا مع امهم، بس القليل كتير يلي بفكروا يجوا على مادرز داي ويعايدوا مع امهم. وبتهدف هالمبادرة من The Spot عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إهداء كل أم نشر إلى فيديو هدية قيمة من قبل ابنها المغترب. أما الهدف الأسمى فهو إعادة بعض الشباب المغتربين اللي نشروا مقاطع الفيديو الأكثر إبداعاً للاحتفال بعيد الأم مع أمهاتهم بلبنان. وأكيد الكل بيثني على هالمبادرة المميزة من The Spot اللي بتشكل الخطوة الأولى نحو بث الفرحة داخل قلوب الأمهات اللبنانيات. كل مختلف أبلوز فيديو سنتي مع هاشتاج اشتقتلك مام بتربحلها هدية فورية بركت فجأة شخصيا على عيدهم.